عايز اعرف ايه الجديد السنه دي 2016 عند مايكروسوفت. في الحقيقة يمكن النهاردة أجدد حاجة مقدمينها ممكن تكنولوجي اسمها الهولو لينس. الكاميرا ديت بقى لها في مختبرات الأبحاث زي ما بيقولوا في الار ان دي بقى لها مثلا سنين وسنون يعني. فيمكن السنة دي بدأ أول مرة تشوف هولو لينس تظهر، وإحنا النهاردة حاطين 2 يونتس ديمو، وفي نفس الوقت عندنا بارتر بتاعنا لينك ديفلوبمنت، يمكن اول بارتر تقريبا في الميدل ايست جاب ديفلوبرز وبدا يعمل ابلكيشن. عامل 2 موديولز ابلكيشن، واحده لو انت داخل على منطقه سكنيه ووحدات سكنيه فعايز تشوف الوحده من جوه تقدر تختار وتقدر تتحرك وتستخدم اللي بيسموها الميكس رياليتي ما بين اوجمانتد وفيرتشوال رياليتي. الهولو لينس الجديد فيها انها بتدي بيسموها الواقع الافتراضي التفاعلي، وبالتالي انك تقدر تدخل تتحرك جوه بيت، تقدر تدخل متحف، تقدر تشوف في بعض الديموز معموله في امريكا، تقدر تشوف انجن لطياره كراجل مسؤول صيانه من غير ما تمسك الانجن وانك بتخش جواه. فده الاختلاف، ده جزء مهم جدا، واحنا دايما مايكروسوفت بتحاول تاخد خطوه لقدام من خلال الريسيرش تيم الموجود في كذا حته في العالم. يمكن الجديد كمان السنه دي ان احنا بنعمل فوكس على حلول من خلال شركات اللي هم مسميهم الاي اس فيز. فعندنا 4 بارتنرز النهارده بيوروا ازاي يبقى في سولوشنز مختلفه، سواء اديوكيشن من ناحيه اي تي وركس، سوفت تك من ناحيه الفليت مانجمنت وازاي تتابع المركبات. عندنا لينك ديفلوبمنت زي ما احنا قلنا في حته الهولو لينس وسولوشنز ثانيه. وعندنا also one of the partners باراكودا سيكيورتي. سيكيورتي على كلاود بقت حاجه مهمه جدا. مايكروسوفت بتحاول تبقى بتوري افكار جديده وتجيب بارتنرز، لان احنا اور ايكو سيستم معتمد على البارتنرز، عشان كده البارتنرز ده واقفين معانا في كايرو اي سي تي.